حمدًا لمنسلتنا ودائي ومنزل الشفاء والدوائي حمدًا لمنسلتنا ودائي ومنزل الشفاء والدوائي من أمر العباد بدعائي ليدفعوا بي عن البلاء ثم على من عيش ما سسامحا يبرى بلا بد وفاز بالخلات واما يرتبي من الحكيم اسكى سلام ربنا الكريم والال والسابس بالهلاء متاجس الاسقام للشفاء هذا واني اليوم سوء ارجاه مبتقيا هون المجيب داه واستكي اليه ما من الدرى قد مسني حتى اراني مهتدى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاضرنا بجاه خير العالمين الاكرم ثم بأمن رمضان الاعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا تقبل منا وهمهمانا وتجاوز عنا وانزل يا ربنا خير نهم مكان ما نخاف من شر نقم وابلنا الآداب والمسايا وكفنا الآفات والرسايا وأبلنا الإرسال تهاتي وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا محافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان دائي ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان كري وأنزل الخير مكان الشر وأنزل الهلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الخذل